مرحبا بكم. في بلاغ نشر اليوم الأربعاء، أعلن الترجي الرياضي التونسي أن مدربه معين الشعباني سيتغيب عن رحلة فريقه إلى الكوت ديفوار، حيث سيواجه نادي الديوان البوركيني ضمن ذهاب الدور التمهيد الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. وجاء في نص البلاغ أنه بعد قيامه اليوم بفحوصات تكميلية وفحوصات مراقبة وبعد طلب وحرص من طبيبه الخاص، تقرر عدم سفر مدربنا معين الشعباني مع الوفد إلى الكوت ديفوار لمواجهة الديوان البوركيني في إطار الدور التمهيد الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، ليواصل فترة النقاهة في تونس تفاديا لكل مضاعفات سلبية قد تنجر على صحته في حال سفره جوا. هذا وقد أشرف المدرب معين الشعباني خلال هذا الأسبوع خلال تواجده في الحديقة على كل الاجتماعات الفنية والتكتيكية وعلى معاينة المنافس وسواصل التنسيق مع بقية الطاقم الفني وتصدير برنامج بقية التحضيرات في تونس والكوت ديفوار، على أن يستأنف نشاطه الميداني بصفة فعلية وطبيعية إبان عودة المجموعة من الكوت ديفوار.